بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء بحلقة جديدة من مطبخ رمضان. اليوم 6 رمضان، كل عام وأنتم بخير. الأيام عم تمشي بسرعة، يا رب يجيبوا علينا دائما بهدات البال والصحة والعافية. طبعا بدي أشكر كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا صراحة على السوشيال ميديا، كل صفحات. أنا إن شاء الله بقدر أجاوبكم لأنه صدقا يعني مش عم بلحق، فسامحونا اللي بنقدر عليه راح نعملكم إياه. فبدي كمان أذكركم بالسؤال المبارح اللي كان معنا، الإجابة كانت أكيد اللي هي صلصة الروزيه، صلصة الروزيه اللي كانت مع الباسة والجاج. طبعا استنونا بنهاية الحلقة، الفائز معنا راح يكون اليوم 2، واحد راح يذبح شاشة والثاني راح يذبح خلاط، فاستنونا. فديروا بالكم يعني بنهاية الحلقة اللي أسامي صارت عندي والاسم واضح عندي مين فاز بالشاشة ومين فاز بالخلاط، فاستنونا بنهاية الحلقة إن شاء الله. وكمان لا تنسوا بدكم تشاركونا بالاتصالات بالارقام اللي انا حفظها، 6420 اربع ستات او الشاشه او بيطلعوا اسفل الشاشه 420 اربع سبعات، وعلى وكمان 420 30 30. وكمان تنسوش على الاس ام اس كتبوا رسائلكم. استنونا اليوم بالسؤال بالطبق الرئيسي على 90 509 90 509. خليكم معي على المشاهدة والتلفزيون عشان تشوفوا السؤال راح يكون بالطبق الرئيسي من هلأ عم بحكي لكم. خلينا نطلع فاصل وبعدين نرجع نعمل أول وصفاتنا لليوم، لا تروحوا بعيد، راجعي لكم. مشاهدينا بوطننا الحبيب عبر شاشتنا، شاشة تلفزيون أردني، فأهلا وسهلا فيكم كمان مرة. خلينا نشوف أول سلطتنا لليوم اللي هي الفاصوليا البيضاء مع البندورة. خلينا نشوف المقادير مع بعض ونرجع نبلش بوصفتنا لليوم. سلطة الفاصوليا البيضاء مع الأفوكادو والبندورة، بدنا 3 أكواب من الفاصوليا المنقوعة المسلوقة، تنقعوها وتسلقوها بتقعد تقريبا ساعة إلا ربع أو بمعلبات ما في مشكلة. بدنا كوب من البصل، البصل الأخضر مقطع شرائح. بدنا كوب بندورة بلحية اللي هي تشيري توميتوز مقطعة من النص. حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة شرائح رفيعة مع عصرة ليمون. بدنا ربع كوب زيت زيتون، حبة واحدة عصير ليمون، معلقة ثوم بودرة أو فريش اللي بدكم إياه، معلقة كبيرة ريحان ناشف أو طازة، معلقة كبيرة خل أبيض، معلقتين كبار خردل اللي هو الماسترد، ورشة ملح وفلفل أسود. خلينا نبلش وصفتنا لليوم. طبعا بدي أذكركم دائما على 90509 عشان تشاركونا بسؤالنا، راح سؤالنا راح يكون بالطبق الرئيسي. خلينا نرجع لسلطتنا اليوم. أنا طبعا جايب لكم فاصوليا بيضة تقريبا نص كيلو، هم نقعتهم لازم تنقعوا قبل 24 ساعة. بدكم أكيد تسلقوها. هلا ايش بتشف عشان يعني تسوي بسرعه عشان ما تقعد على غاجات الغاز تطول بعدين تقول الشف يعني، فيعني بدكم تعرفوا انه بدنا تاخذ معنا ساعه لربع عشان تحطوا عليها، بتحطوا عليها كربونات الصوديوم كويس. فاشي بسيط، معلقه صغيره مع تقريبا نص كيلو بتحطوا معها بعد ما تنقعوها ليله كامله على النار مع معلقه صغيره كربونات، بتطلع معكم 45 دقيقه الفاصوليا صارت جاهزه. بدي اذكركم للناس عم تسالونا بيستفسروا شو رقم الاس ام اس، هو 90509 90509. بامكانكم ان شاء الله تتواصلوا معنا على رقم الرسائل على شركه اورنج وامنيه وزين، يا رب ان شاء الله تكونوا فايزين معنا. انا هني هون هاي الفاصوليا قعدتها جهزتها، بحط عليها البندوره شري البلحيه، ما عندكم بندوره بلحيه بامكانكم تحطوا اكيد بندوره ناعمه. انا هون حطيت الافوكادو طبعا وحطيت بصل اخضر، خلي شويه نحطه على الوجه، وبدنا اكيد نحط الاعشاب، شوي الاعشاب الناشفه او الريحان اللي بدكم اياه بتقدروا تستفيدوا منه او تعملوه. يعني هون حطيت على جنب، بدي اجي اعمل دريسنج. وجدتكم اكثر من طريقه على الدريسنج اللي هي صلصه، دائما حكيت لكم اياه بتحطوها بمرطبان بتخضوها او بتحطوها في بوله وبتحركوها في المضرب اليدوي.
فانا هين بدي احط هون زيت زيتون، طبعا شيء اساسي اي شيء سلطه زيت زيتون. بنحط هلا عصير ليمون، طبعا ما بده ما عنده عصير ليمون كمان يعني بحط ملح ليمون ما في مشكله، مش ما يعني بتقدروا بسيطه الموضوع. هاي خل ابيض برضه بنقدر نستفيد منه، ملح وفلفل اسود هينا حطيناهم هون. اخر اشي خلينا نحط الخردل، بدنا معلقه صغيره نزل الخردل اللي هو الخردل الماستر. هلا بامكانكم انتم زي ما حكيتوا دائما بحب اكرر واعيد انه تقدروا تستعملوا الدريسنج اللي بدكم اياه، يعني انتم بتحبوش الخردل بتحبوا شيء ثاني ما حب بلسمك اللي بدكم اياه بتستفيدوا منه. هينا هون حطيته حركته بالمضرب مع بعض. طبعا البقوليات الفاصول البيضاء من البقوليات، البقوليات يعني احنا بحاجه لجسمنا وخصوصا برمضان لانه في مليانه بالفيتامينات والمعادن، فانتم بحاجه لها دائما. ما في عندكم فاصوليا بيضاء بامكانكم تستعملوا الفاصوليا حمراء، بامكانكم تستعملوا الحمص الحب، الفول الحب، اي شيء بقوليات، عدس برضه كمان اكيد اللي بيسالنا على العدس كمان بيقدر اكيد يستعمل عدس. فين انا هون عملت الدريسنج تبعي حطيته على البقوليات اللي هو خلينا نحكي فاصول البيضة. طبعا هلا شيف انت بتحكي لنا حطيت في ليمون وفي خردل حطيته هسه يعني قبل الوقت، بالعكس ما في ورقيات، حكينا دائما عصير ليمون او اي شيء فيه خل ما بتحطه على الورقيات مباشره يعني قبل ربع ساعه مش قبل ساعتين ثلاثه، لانه حكينا ورقيات راح تدوب. فاحنا اذا بقوليات بالعكس البقوليات بنحط مع الدريسنج خليه يقعد 6-7 ساعات يعني بتتبل مع بعض بصير طعمه افضل وازكى. خلينا نجيب الطبق اللي راح نقدم فيه. طبعا انا جايبكم اليوم اطباق حلوه، خلينا هسه نسكب فيها ولا هلا خليه هون خلي هيك وخلينا نحرك بسم الله. اهم شيء بالايدين البسوا كفوف وحركوا ايديكم نضاف، ست البيت ما عندها ما بدنا كفوف تغسل ايديها وتوكل على الله ربنا اللي حامي. هيني هون شايفين يعني ريحه الاعشاب كمان والريحان كثير طيبه. هيني حطيت هون بالبولت سكب الفاصوليا البيضة زي ما حكيت لكم، ما بدكم فاصوليا بيضة بتحطوا عدس بتحطوا حمص حب فول فاصوليا حمراء اللي بحبوه أهل البيت. هينا هون خلينا نطلع كل الأغراض اللي فيها البولة ما ضل أي شيء ثاني. خلينا أشرح كفوفي معلش تحملونا. خلصنا من البولة هسا شو بندوكرها؟ شوية بصل أخضر بدكم تحطوا سمسم كمان عليها محمص برضو بصير، يعني طبق كتير طيب كتير بسيط كتير غني يعني ما بده أي مجهود، بس اسلقوا الفاصوليا وانقعوها وبعدين اطبخوها أو معلبة زي ما حكيت. معنا اتصال. ألو حنين. ألو 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 آه حنين سامعك علي صوتك. ألو مرحبا مرحبا. ألو الله يعطيك العافية. الله يعافيك طول عمرك أهلا يا حنين. شو أخبارك؟ نشكر الله دائما وأخبارك أنت؟ الله يسعدك يا ربي. الله يخليكي. من وين عم تحكينا حنين؟ ألو سامعك يا حنين من وين عم تحكينا؟ ألو حنين سامعك. بحكي من الطفيلة. يا هلا بأهل الطفيلة. يا هلا بالطفيلة من الجنوب يعني ما يعني أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي كيف رمضان معكم؟ حنين والله انا سامع حلو من حنين حنين انا سامع صدى صوتي على التلفزيون، وطي التلفزيون اسمعيني من السماعه. دقيقه بس هاي دقيقه ما فيش ورانا شيء. هينا ها هي دقيقه حنين خلصت دقيقه حنين هاي حنين حنين أول إشي يسلم إيديك الله يسلمك والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي طبقتي إشي من اللي عملناه؟ والله منور على الساس. الله يخليك النور نورك ويسعدك ربي. طبقتي إشي من اللي عملناه؟ إيه طبقتي إشي من اللي عملناه؟ امبارح عملت قطايف. كيف طلع؟ والله طلع إشي من الآخر. كيف القشطة البيتية؟ في أحسن من الإشي البيتي؟ يلا الله يعطيك العافية. الله يعافيكي طول عمرك يسعدك يا شكرا على اتصالك يا حنين. شكرا طبعا
سلطتنا صارت جاهزة. طبعا المنظر تبع الصحن كثير حلو، يعني بده حدا يضله يهزله علشان السلطه تدلع. هيني بدي احطها هون، شوفوها شايفين السلطه، ها شايفين هيك سلطتنا يعني صارت جاهزه، كثير بسيطه كثير طيبه، ويعني صحتين عافيه اكيد اللي راح ياكلها معنا. طيب نطلع فاصل ولا في اتصالات؟ في اتصال، يلا مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ كيف حالك؟ الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. عرفنا عن اسمك؟ معك محمد قادر من جرش. والنعم أهل جرش، يا جنوب شمال، يسعدك ربي وأهلا فيك وأهل جرش كلهم. يطول عمرك، حبينا نشكرك على هالأكلات الطيبة. الله يبارك فيك. كيف جرش؟ كيف الوضع هناك عندكم؟ برد ولا حامي؟ جو شوب؟ فضل من الله، الحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين، اللهم ديمها نعمه يا رب يا رب. الحمد لله، حبيت اشكرك على الاكلات الطيبه. انا بدي اشكرك كمان، تسلم، اشكرك على اتصالك. الله اكيد الله يسعدك، دائما منور الشاشه والله. النور نورك وبارك الله فيك، الله يسعدك، سلام لاهل جرش كلهم. الله يسعدك، طول عمرك. شكرا على اتصالك اخوي محمد. هلا. طيب هيك سلطتنا صارت جاهزه، فاصوليا البيضاء زي ما حكينا مع الافوكادو والرمان، صحتين وعافيه للي راح ياكلها. وشكرا لكم على متابعتكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع لطبقنا الرئيسي، لا تروحوا بعيد، راجعين لكم. اوكي جرش، وديني على فاميليز باسكت. شو حكاية فاميليز باسكت؟ نحن بفاميليز باسكت منوفر أكبر تشكيلة من البضائع الأمريكية والبريطانية والأوروبية بأفضل الأسعار، طبعاً بالإضافة لجميع المنتجات المحلية بأسعار منافسة ما بتلاقيها إلا بفاميليز باسكت. فاميليز باسكت، جراب باسكت. يسعى بنك صفو الإسلامي منذ تأسيسه إلى تطبيق قيم التنوع والحداثة، وذلك من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها 34 فرعاً وما يقارب 610 موظفين و75 صرافاً آلياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. بنك صفو الإسلامي، مبادئ راسخة وحلول مبتكرة. بدك صلصة؟ بدك سماء؟ أعطيك ملح؟ خبز؟ مع بيبسي الأكل دائماً أطيب. كبرنا قنينة بيبسي وزدنا 125 مل وبنفس السعر لتكبر جمعتكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، وأمتنا العربية والإسلامية بألف ألف خير. لا تستغربوا، هاي الشامي مكياج مشان المسلسل اللي عم نصوره. وقلبي يحب البيض والبيض ما يحباني. مين بيعرف شو اسم المسلسل هذا؟ ها؟ متى أبو عساف؟ القضوة؟ ولا جرحك يا ذيب؟ حب كبير، هدايا كتير، رمضان معنا أحلى الشهر. على شاشة عم تجمعنا، اشتهنا ورجعنا، بدنا العالم يسمعنا. معنا أحلى رمضان.
ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل البسيط. تنعمل طبقنا الرئيسي اليوم اللي هو شرائح العجل اللي هو الروز بيف اللي فقرة العظم أو الظهر اللي بالعجل بالبقر، فرح نعملها مع الكريمة بالأعشاب. خلينا نشوف المقادير مع بعض على الشاشة وبعدين نحكي بسم الله. شرائح العجل مع صوص الكريمة بالأعشاب اللي هي الروز بيف مش فيليه، بدنا 800 جرام من شرائح العجل 8 قطع، كل قطعة تقريبا 100 جرام. بدنا 100 جرام زبدة اللي هو إصبع كامل. بدنا نصف لتر كريمة طبيخ سائلة. بدنا معلقتين كبار ثومة مهروسة طازة. معلقة كبيرة أعشاب ناشفة، روزماري وزعتر وشغلات يعني البهارات بتحبوها أنتو. بدنا نقدم معها بجنبها كيلو بطاطا مقشرة ومسلوقة ومهروسة بالطنجرة، معها ربع لتر كريمة سائلة طبيخ، ورشة جوز الطيب مع ملح وفلفل أسود. وبدنا نزينها اللي بدكم إياه، أنا حط فلفل ألوان جزر مع البيستو. طبعا البيستو فاتشة هي طبق رئيسي بالنسبة إلي، أحط عليه البيستو بجنن صراحة. فبتمنى إن شاء الله الكل يعني يستفيد من هذا الموضوع. خلينا هلأ نبلش في وصفتنا لليوم. طبعا بده يكون عندنا الطنجرة أو القلاية اللي بنستعمل فيها الستيك الروز بيف تكون حامية. دائما ده حكينا لكم شغلة، أي شيء بتعملوه ستيك لازم يكون قلاية حامية. أنا هنا عملت لكم الروز بيف أو القطع منها زي ستيك، قد دقيتها عند اللحام، بإمكانكم يعني تروح للحام يدق لكم إياها، أقول له بدي أعملها ستيك. تعملوها تبلوها بأعشاب، ثومة، زي الزيتون، اللي بدكم إياه. بس أفضل شيء دائما الستيك بالذات ما بدهاش إشي، رشة ملح وفلفل وروزماري وثوم مطحونة وزيت زيتون، وعلى طول على القلاية. هنا أنا هنا بدي أبلش أحكي بسم الله. هاي قلايتي حامية، هاي قطعة، قطعتين، ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ست قطع. طبعا هون هاي اللي هون حطينا الستيك. طبعا الفكرة بالستيك هون راح أعملكو اليوم يعني شوي حركة حلوة بتروحوا فيها دائما مطاعم بتشوفوها، النار قدامكو والبخار قدامكو. هاي البطاطا أنا بس أتحركها شوي أتأكد إنها أمورها تمام، اللي هي ماش بوتيتو. ماش بوتيتو اللي على النار. أنا اللحمة ما بدي أستويها كامل، بدي أستويها نص استوى. ليش؟ لأنه هسا راح أطلع لكم صحون الحديد من الفرن. أنا أعمل لكم اليوم مفاجأة، أحب أعمل لكم إياها دائما على الهواء، هاي نفسي أعملها، فاليوم راح أعمل لكم إياها إن شاء الله، راح تشوفوها راح إن شاء الله يعني تعجبكم. هاي الستيك بنأكسها دائما حكينا لكم على قلاية. دائما اللي حطيتها أول إشي ارجع لها آخر إشي، يعني قلبوها اللي حطيتها أول وحدة بترجع لها آخر إشي عشان تقلبها تطلع معك إكس. هينا هون شايفين نقلبهم هسا، كمان واحدة هون، هينا هون في مجال نحط التنتين التانيات اللي ضلوا معنا. زي ما حكيت لكم طبعا الكمية هاي بتكفي أربعة مش ثمانية، ما يعني كل واحد بيطلع له قطعتين مع البطاطا تطلع أموركم هيك ممتازة. خلينا شوفوا كيف هسا هون، خليها على النار. خلينا أسكب البطاطا قبل ما تكون جاهزة صارت الشرائح العجل. وسؤالنا لليوم راح يكون شرائح العجل اللي استعملتها اليوم أنا، ديروا بالكم. هل نسكب البطاطا؟ بسم الله. هاي بطاطا ماشت، ممكن تحطوا بطاطا روست يعني مشوية بالفرن، ممكنكم تحطوا جنبها رز كمان أبيض نوع معكرونة باستا يعني بصير كمان اللي بدكم اياه اكيد تقدروا تستفيدوا منه. انا هيني هون عم بحط لكم البطاطا بالحديد، صحن الحديد اللي عامله اليوم كله ياتوا حاملوا صحن حديد. هينا حطيتكم هون صارت جاهزه ماش بوتيتو تاعتنا. انا بس انتبه شوي على اللحمه. هينا قلبناها هون، بدي اعمل جزر خلي بيناتهم عشان احطه مع بطاطا خضار، ما احنا بدنا خضار. هينا هون حطيت الجزر معهم، شايفين
بسيطة، الوصفة كثير بسيطة، بس عاملها شوية تكنيك اللي هو بالصحون الحديد بحطيتهم بالفرن أنا علشان يطلعوا معنا هسا شوية بخار فيهم. هلا إذا بدكم إياها يطلع يعني بالمطاعم لما تشوفوهم تلاقيهم مولعينكو نار، النار بتولعها لما تكون في شمع تحتيها أو مادة الفيون، فهي كثير موضوع سهل. خليني هون لسه لغايه الان ما عملت انا الصوص تبعهم، الصوص بدي اعملكم اياه باخر لحظه. انا هسه صحوني الحديد بالفرن راح احطه مباشره، بتكون عندكم خشب لانه الصحون بدها تطلع مباشره، الحديد على الخشب بدي احط لكم اياه. هلا راح اروح فيهم، هلا لما اطلع فيهم راح احط لكم اياه هناك، بس بدي اشيل اعمل ستيك اول وبعدين احطهم نفس القلايه اعمل منها الصوص تبعنا. انا هلا هون زي ما حكيت لكم يا دوب تسوي اللحمه شوي، اصلا هي صارت مستويه 80% لانها مدقوقه ورفيعه. هنا حطيناها هون، هي خلي هذول شوي هون بالوسط شايفين. هنا صفت البط الكوسه عفوا الجزر، منظر العين توكل. اخذت الجزرات، ممكنكم تحطوا كوسه عفوا ممكنكم تحطوا كمان بروكلي، اللي بدكم اياه انواع خضار مش غلط تستعملوها لاهل بيتكم. هنا هون اخر شيء صار عندنا الجزر جاهز، خليني اشيلهم احطهم. هاي ماش بوتيتو صارت جاهزه، بشيل الستيك. شو باجي بعمل؟ نفس القلايه بحط عليها الكريمه، بسم الله نزلها كاملة. شو بنجي نعمل هسا؟ شوية زبدة 100 جرام حكينا، طبخوا مع بعض بدنا اياهم. ارفع درجة الحرارة عليهم شايفين. هلا شو بنحط؟ الأعشاب الناشفة المشكلة، وآخر إشي ننزل هسا الثومة. بدنا مضرب، هي مضرب طبعا فكرة كثير بسيطة بتخليها تغلي. طبعا الثومة ناشية تنطبخ أول إشي، إحنا بدنا الثومة مع الأعشاب يا دوب تاخذ النكهة مع بعض، بتطبخ دقيقة واحدة بس شايفين. حركها بالمضرب، لو تروحوا إن شاء الله اللي بيسافر برا بيعرف شو أنا بعمل، يعني إشي بيعملوه قدامكم الفرنسيين بالذات، ف كثير وصفتنا طيبة وسهلة، حبيت اعملكم اياها اليوم مباشرة امامكم. يعني انا هون خليها تغلي مع بعض ثواني، خليني هسا اطلع الحديد صحون من الفرن. بتنتبهوا لحالكم هلا، هنا نعمل احنا شوية حركة بسيطة بس انتبهوا عليها، الله يخليكم للجميع. صحون الحديد ديروا بالكم، البسوا كفوف او اشي كثير يعني كثير نار، معلش تحملوني. ايوه هسا شو بنعمل؟ على طول نقطع الستيك، هي الصوص صار جاهز. هلا بنحط على طول اللحمه قطع الستيك، بسم الله شايفين كيف صارت عندكم زي طريقه استوى صارت. هينا هون اربع قطع، هاي اربع قطع هون. اذا سامعين الصوت يعني درجة حرارة الغاز تقريبا 250، فاللحمة بدها تكمل استوى هون كمان مع الصوص. خليني اجيب الصوص هسا اديره هون كمان، خلصنا خلينا اديره بس، بسم الله شايفين كثير طيب بسيط. خلينا اخذ معلقة عشان ما نحرق حالنا كمان، بسم الله. هاي الصوص مباشرة عم بيغلي مع بعض بنفس الصحن الحديد، فكرة بسيطة طيبة. بإمكانكم إذا بدكم حابين تحطوا عليه فطر كمان بصير، شايفين كيف عم بيغلي؟ أرفع لكم إياه تشوفوا، شايف هي هون عم بيغلي، فبنحطه على جنب الباقي الصوص بتقدموا لكم إياه. شو بنيجي بندوكر آخر شيء؟ الموجود عندكم، أنا حبيت أحط عليه جزر، فلفل حلو، بصل أخضر،
شوية فلفل حار يعني أزكى من هيك وصفة بسيطة وغنية ما راح تشوفوا. فسؤالنا هسه هيك طبختها صار جاهزة، شرائح اللحم اللي استعملتها اليوم هل هي كانت شرائح خروف ولا شرائح العجل ولا شرائح الجاج؟ كمان مرة سؤالنا لليوم، سؤالنا لليوم ايش الشرائح اللي انا راح استعملهم اللي استعملتهم اليوم انا، هل هم كانوا شرائح العجل ولا شرائح الخروف ولا شرائح الجاج؟ يعني سؤال سهل بسيط على الارقام اللي راح تطلع اسفل الشاشه اللي هي زي ما حكينا لكم اياها 420 اربع ستات 420 ثلاث سب اربع سبعات وفي معنى اتصال. يلا الو 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 راح الاتصال راح الاتصال بسيطه، عاودوا اتصلوا فينا كمان مره ما في مشكله، احنا بنستناكم دائما اكيد. اسالكم كمان مره سؤال، شرائح اللحم اللي استعملتها اليوم انا شو كانت هي؟ هل هي كانت شرائح الخروف ولا شرائح العجل ولا شرائح الجاج؟ على 90509 على اورنج وامنيه وزين، امنيه واورنج وزين بامكانكم اكيد تبعتوا رسائل نصيه اس ام اس علشان ان شاء الله تفوزوا معنا بسؤالنا لليوم. طبعا زي ما حكيت لكم بنهايه الحلقه راح يكون عندنا فائز سؤال امبارح بشاشه 32 بوصه. ان شاء الله يا رب تكونوا فايزين معنا جميعا. معنا اتصال ندى. ندى ندى الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسعدك يا ندى. ندى عبد الله معك من جرش. يا اهلا وسهلا باهل جرش المحظوظين اليوم اهل جرش. قديش عمرك يا ندى؟ بدي اسال سؤال يا شيخ. اسالي السؤال. بدي طريقه العوامه. بدك طريقه العوامه؟ العوامه راح نعمل اصلا احنا عوامه في الحلقه، يعني كمان كم من حلقه راح نعمل عوامه، راح نعملكم كمان شغلات كثير. بدناش يعني نحرق الوصف من هسه، خليكم تتابعونا وتشوفيها. وعد يا ندى باذن الله لعمل لك عوامه. اوكي يا ندى؟ ندى راحت ندى. خلدون الله يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك وطول عمرك، اهلا. كيفك يا شيخ؟ خلدون الو. ايوه يا خلدون. سلامك شيخ. خلدون الو يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك وطول عمرك. كيفك يا شيخ؟ ما شاء الله عليك كثير رائع كثير فنان ما شاء الله. الله يسعدك ويبارك فيك. من عم تحكي لي يا خلدون؟ انا من السلط. اهل السلط. يا هلا ورحب اهل السلط كلهم. يا حي الله بيك يا هلا. كيف يا رمضان عندكم؟ كيف عندكم بالسلط رمضان؟ والله بتجنن بتشرفنا والله. ان شاء الله يا سيدي اكيد انا والكادر ولا لحالي؟ انت والكادر جميعا. جميعا؟ والله كثار والله كثار والله كثار. مش مشكلة احنا قدها، احنا السلطية قدها. يا عمي والنعم منكم اهل السلط كلكم كل الاردن اهل النخوة والشهامة. شكرا كثير لك يا سلطان، شكرا اخوي. طيب ضل اتصالات؟ ما في اتصالات. طيب هلا هيك صار وصفاتنا، يعني السلطة جاهزة، الفاصوليا البيضة زي ما حكينا، وكمان صار معنا الستيك جاهزات اللي هو الروز بيف العجل. وسؤالنا زي ما حكيت لكم لليوم، ايش الشرائح اللحمة اللي استعملتها انا اليوم؟ هل هي كانت شرائح الخروف ولا شرائح العجل ولا شرائح الجاج؟ على 90509 يا رب ان شاء الله الكل يكون فايز معنا. ولا تنسوا اكيد مشاركاتكم على الارقام اللي راح تطلع اسفل الشاشه، اي شيء بدكم اياه احنا جاهزين بخدمتكم. كل الشكر لكم اكيد وكل الشكر لمتابعتكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع لطبقنا الحلو، لا تروح بعيد، راجعين لكم.
رمضان العطاء بالبسمة طلع علينا الفرحة والبسمة أحلى لو ننشرها بإيدينا ابتسم بالله عليك أيوة أحلى أنت هيك غير العالم بإيديك عب الفرحة بعينيك ابتسم يا الله انشر الفرحة رمضان العطاء رمضان العطاء هل وبالبسمة طل زور رمضان دوت أورنج دوت جو أورنج الأول في عالم الديكور ديكورات أيوب استيتية محتار بشكل الديكورات أراضي وأرضي وورق الحيط عندنا الحل مية المية ديكورات أيوب استيتية تصميم وتنفيذ الديكورات شركة ديكورات أيوب استيتية وإخوانه دوار المدينة الرياضية 06-565-13-12 صفات البطلة؟ صفات البطلة؟ البطلة إلها فروع كثير الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها بدها شغل بدها معاناة بدها تعب وتعب في تعب بس الحمد لله شعور حلو واخدتها أول مرة ومرتين وثلاثة لخط ما توصل وين ما بده وصل طبعاً أشوف حالي بطلة ومشروعي والله خلاني أكبر من بطل كمان طبعاً مليون بالمية إني أنا بطلة نبدأ من حيث المساحة التي أنتم فيها نعيد قراءة حكاية الوطن نتتبع أثر الإنسان على المكان نتصفح مخطوط الزمان ونحدق في الآثار والأحداث والحضارات نقرأ ملامح الوجوه والأعلام من الشخصيات رحلة في كل الاتجاهات وعبر العديد من المسارات كل هذا وأكثر سيكون معكم وبكم في برنامج المسابقات عيش الأردن للمشاركة في برنامج عيش الأردن أرسل الرقم 1 برسالة قصيرة على الأرقام التالية أهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الأخيرة لليوم أو وصفتنا الأخيرة لليوم اللي هي مبرومة الفستق مع المارشميلو مبرومة الفستق الحلبي مع المارشميلو خلينا نشوف الوصفة على الشاشة ونرجع تنعملها مع بعض مبرومة الفستق الحلبي بالمارشميلو بدنا 3 كوب فستق حلبي مطحون هلا إذا ما بدكم فستق حلبي تعملوها بشغلة ثانية بفستق بلوز بكاشو انتو نفسها اكيد تزبط معكم كوب سكر ابيض بدنا 4 معالق كبيرة عسل كوب ماء 4 معالق كبيرة زبدة دافية او زبدة زي ما هي هلا راح ندوبها بدنا 4 كوب مارشميلو الوان احمر اخضر اصفر ابيض زي ما بدكم بدنا 4 كوب جوز هند ناعم وبدنا 4 معالق كبيرة جوز هند خشن وكمان 4 معالق سمسم محمص طبعا وصفتنا سهلة بسيطة وغنية يعني ما راح احكي لكم قديش طيبه وقديش كويسه بس بدنا تنتبهوا بس لا يعني التكنيك او خلينا نحكي الشغلات البسيطه اللي راح نعمل فيها الاكله هاي او الحلو طبقنا الحلو شو بدنا نجي نعمل على قلايه طبعا انا عامل لكم نص الكميه بس عشان المصداقيه معكم انا عامل لكم نص الكميه نفس المقادير اللي حكيناها عملت لكم اياها نص لانه عملت نصها الصبح لما وصلت عشان اطلع لكم اياها مباشره امامكم بنزل السكر ب قلاية برفع عليها الغاز شوية
انتبهوا بس لأنه حكينا بدها شوية تكنيك. هاي سكر بعدين بننزل العسل كثير بسيطة. شايفين العسل؟ خلينا ننزله كامل العسل عليها. تحملون شوي، حاولوا دائما ما تخلوا أي شيء بالصحن، نزلوه كامل. هينا هون بإمكانكم أكيد تستعملوا معالق بالخشب أو الربر البلاستيك. خليهم هلا بيغلوا مع بعض على نار. بالقلاية الثانية إيش بدنا نعمل هسا؟ بنحط كوب المي، بسم الله، بعدين بننزل الزبدة. هاي الزبدة نزلناها، خليها مع بعض. هاي قلايتين، قلاية فيها السكر والعسل، وقلاية حطيت فيها المية والزبدة. طبعا هاي هون خليها عبما يعني تدوب الزبدة. بدي ارجع لكم احكي لكم شغلة دائما، هاي بتقدروا تعملوها. بدي اورجيكم شغلات كثير، انا عملت لكم اياها جات تبع التارت. هلا بامكانكم تستعملوا هذا الطبق اللي هو تبع المافنز. طبعا المافنز بامكانكم تحطوا ورق الزبده اللي فيه وتحطوه هون وتصيروا تعملوا الطبقات اللي راح اعمل لكم اياها انا اللي قدامكم. انا اليوم كمان اذا ما حدا عنده هذا تاع المافنز كب تقدروا تستعملوا، تقدروا تستعملوا صحن عادي، صحن قزاز. صحن قزاز تقدركم يعني، هاي شايفين ما بده اي شيء. انا يعني قلت لكم طبق تاعون الكب كيك المافنز او بالصحن الابيض تقدروا تعملوه، او بتعملوه بصينيه دائريه اللي بدكم اياه بتقدروا تعملوه. انا خليني اطلعه بس قبل ما تدوب، طلعه من الثلاجه اللي عملته الصبح. انا عملت لكم اياه بقالب التارت، شايفين؟ خليني بس البس الكفوف عشان اطلع لكم اياه. عملته بقالب التارت يعني شغله بسيطه، بامكانكم اكثر من شغله تستفيدوا منها في البيت. هيني هون شايفين؟ بسم الله. هاي الثلاث طبقات. هاي السمسم حطيته اول بالقاع بالصحن، بعدين بتحطوا الجوز والفستق. هلا بعمل لكم اياها قدامكم، بس هاي عشان لازم نحط بالثلاجه فتره تقريبا 4 ساعات. نرجع لقلايتنا الاولانيه، السكر مع العسل بلش يدوب. تأكدوا انه داب تماما. الوصفة تاعتنا هاي شوي حلوة بدكم تنتبهوا عليها، بس يدوب العسل كامل مع السكر. بنحط عليها على طول مباشرة الفستق. هاي هون نرفع الغاز على الزبدة مع المي، تابعوا معنا. وتنسوش كمان سؤالنا لليوم اللي هو شو شرائح العجل اللحمة اللي استعملتها اليوم انا، هل هي شرائح عجل ولا شرائح الخروف ولا شرائح الدجاج؟ على 90509 ان شاء الله يا رب تكونوا من الفايزين معنا. هيني هون حطيت جوز الهند الخشن بسيطه، بعدين بنحطوا الناعم كمان معلقتين. هيني هون هي ذابت السكر. خلينا نحط هسه الفستق الحلبي، شايفين؟ نحط الفستق الحلبي. خلينا احرككم شويه انتبهوا عليها على طول. ايش بس يدوب تسوى يعني دقيقه، بطفي النار عليهم. خلينا نطفي النار شوي على القلايه الاولانيه اللي فيها الفستق الحلبي. نيجي للثانيه اللي فيها مي حكينا وزبده جوز هند ناعم وخشن. شو بنيجي نعمل؟ هيا مع بعض. خلصه بسيطه جدا، بدهاش اشي. بدنا هسا كمان نحط قلاية ثالثة ندوب فيها المارشميلو. معلش تحملونا. أو هيني هون خلينا أحطها صارت حامية. بدنا كمان يدوب معلقة بس يدوب مية، شايفين؟ بسيطة. ليش المارشميلو شف يعني بدك تدوبه؟ المارشميلو هو عبارة عن جيلاتين. إذا ما بدكم تستعملوا يعني مارشميلو، في بيجي شيت يعني ورق من الجيلاتين، بامكانكم تستعملوه وتحطوا الفليفر اللي بدكم اياه، يعني تحطوا عصير برتقال مع الجيلاتين بصير عندكم نكهه يعني فستق الحلبي المبرومه مع العصير البرتقال مش مع المارشميلو. انا هيني هون هيو انزل لكم اياهم. خليني انزلهم هون، شايفين؟
يا دوب. هو عبارة عن يعني المارشميلو أصلا عبارة عن جيلاتين. لما سألنا شو المارشميلو، هو جيلاتين بدوش يعني أي شيء. هاي مدوبه هنا بالمي، طلع شايف كيف يدوب بسرعة، نفس فكرة الجيلاتين المنباع بالسوق. خلينا نحطهم على جانب هذول، خليهم يدوبوا. هاي هون صار جاهز. هذا عندي هون العسل مع السكر والفستق الحلبي. زي ما حكيت لكم إذا ما بدكوا فستق حلبي بتحطوا إشي تاني، كاشو، جوز عين جمل، اللي بدكوا إياه بتنكاكوا تستعملوا. خلينا نحط بس نغير عشان النار حامي شوي. هيني هون صار بلش يذوب المارشميلو. إذا شفتوه يعني معكم هون بلش بده يلزق، شو بتضيفوا عليه؟ كمان شوية مي زي ما حكيت لكم، لأنه عبارة عن جيلاتين. هو أنا بعملها قدامكم عشان تشوفوها مباشرة، صار معاكم ملاحظات يعني تتفادوها. هيني هون حطيت المية. فكرة كتير طيبة حلوة وسهلة وجديدة، يعني هينا أعطيتكم أكثر من طريقة كيف تعملوها. تعملوها بالكب بالمافنز، أو بتعملوها بقالب التارت، أو بتقدروا تعملوها بالصحن اللي حعملكم إياها هسه قدامكم. هيني هون بس تدوب المارشميلو. فكرته سهلة وطيبة أكيد. خلي صغاركم شاركوكوا فيها دائما أكيد. هيني هون خليني بس شوي شايفين. هاي هون دابت هسه المارشميلو. خليني بس أطفي النار عليها. معنا اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ الله يعطيك العافية شيف علي. الله يعافيك طول عمرك. معك حسام ريان. والنعم اهلا فيك اخ حسام. من وين عم تحكينا؟ من الزرقاء. والنعم اهل الزرقاء من الشمال للجنوب كله اليوم الحمد لله. الله يحييك. الله يحييك. من حقنا نجاوب على السؤال. السؤال الاجابه بالاس ام اس، رسائل نصيه. الو اخ حسام. شكرا اخوي حسام. بدي اذكركم على الرسائل الاجابه لسؤالنا فقط على الرسائل النصيه اللي بتطلع على اسفل الشاشه على 90509 شركه اورنج وامنيه وزين. بامكانكم اكيد تشاركونا على هاي المواقع او هاي الرسائل اللي تبعتوا لهم اياها، ان شاء الله تفوزوا معنا. وكمان لاتصالاتكم لمشاركتكم اي ارائكم بدكم شيء احنا جاهزين. هينا هون هي ذابت المارشميلو، بنحطها وين؟ مباشره فوق ال جوز عين الجوز الهند. ليش جوز عين الجمل اليوم عقلي فيه؟ بسيطة. طيب أيني هون خليتهم مع بعض، خلينا ندخلهم هون ونحط هاي النار هون. إذا تنتبهوا دائما حكيت لكم للنار هينا مع بعض وخليهم ماسكوا. شو بنيجي نعمل؟ فكرة بسيطة خلص، هاي هيك صارت جاهزة. مسكوا مع بعض بس خليه يتحملونا شوي. صار جوز الهند معهم. إمكانكم أكيد بسأل بستفسر. جوز الهند نقدر نحمصه ونحطه على جانب بعدين نحط معه المارشميلو برضه بصير. أنا هون صار جاهز. شو بجي بعمل هلا؟ خلينا نحط الصحن، برش فيه سمسم، سمسم محمص. هاي سمسم محمص أول طبقة. بسيطة جدا فكرة، تابعوها. شو بنيجي بنعمل؟ هاي نحطينا ال فستق مع العسل والسكر. نحن احنا بنعمل طبقه قاعدين. هي اول طبقه حطينا زي ما حكيت لكم، حطيت السمسم. في معنا اتصال. طيب يلا هينا هون حطينا اول اشي، بعدين بننزل على طول مباشره جوز الهند. كانكم اذا عندكم قالب تحطوها بقالب عشان تطلع معكم ثلاث طبقات، تطلع معكم دائري بصير. بس انا حبيت اعمل لكم اياها فكره بسيطه كمان. هينا زي ما شايفين هينا هون بعمل لكم اياها طريقه بسيطه. شايفين قد ما فيك هينا هون بس خلينا شايفين
ندبقها على بعض. يلا هسه شايفين هيك شو بنجي بنعمل؟ هاي زي قرص صارت. ما عندك قالب ست البيت ما يعني ما بدي تحطيها بقالب المافنز، برضه بتقدر هي تطلعي بالصحن عملناها وتتركيها بالتلاجة ربع ساعة، ما بدهاش أي شيء. هينا هون شايفين يعني ربع ساعة لنص ساعة بالتلاجة بعد ما تبرد طبعا. هلا هي سخنة ما تحطوها بالتلاجة عشان ما تخرب معكم، خليها برا تقريبا نص ساعة قبل ما تبرد، بعدين بتدخلوها بالتلاجة نص ساعة ربع ساعة حول درجة حرارة التلاجة، راح تطلع معكم نفس اللي أنا عملت لكم إياه هون. خليني أصب لكم العصير قبل اللي هو اليوم عملت لكم البرتقال مع حليب جوز الهند، كثير طيب كثير زاكي، إمكانكم يعني جربوه، حلو التنويع على صفرتنا يوميا. هينا حطينا هون عصير زي ما حكيت لكم البرتقال مع حليب جوز الهند، صحتين وعافية أكيد لإلكو. هينا هون صارت وصفتنا جاهزة زي ما شفتوا، هيها طلعت معنا بعد نص ساعة اللي هي المبرومة الفستق الحلبي. وزي ما حكيت لكم إمكانكم أكيد إنكم ما تستعملوا الفستق تحطوا كاشو، حطوا لوز بدكم إياه، أكيد أكيد أنتوا اللي بتحبوه. خلينا أحكي الأسامي اللي فازوا معنا. طيب خلينا أجيب الأسامي اللي فازوا معنا، طبعا شاشة فيها شاشة موضوع. طيب اللي فازت معنا بشاشة ال 32 بوصة اللي هي الأخت سهير محمد بركات محمود. سهير محمد بركات محمود ألف ألف مبروك الشاشة يا سهير، 32 بوصة مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. الاسم الثاني اللي فاز برضو معنا بخلاط من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فلاح ياسين فلاح القيسي. فلاح ياسين فلاح القيسي ألف مليون مبروك، كمان مبروك لك الخلاط مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. فألف مبروك ل فلاح وألف مبروك لسهير. وزي ما حكيت لكم دائما يوم الجمعة سؤالنا، ثاني يوم نربح جائزة التلفزيون على الرسائل النصية دائما. بدي أذكركم بسؤالنا لليوم كان شو شرائح اللحم اللي استعملتها أنا اليوم، هل هي كانت شرائح الخروف ولا شرائح العجل ولا شرائح الجاج؟ على 90509 كتفوا رسائلكم، يا رب إن شاء الله تفوزوا معنا بكرة بإذن الله تعالى. كل الشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.